يقول لك يدور له على بيت للايجار ما عاد شعب النازح يقول لهم راح ارجعكم اليوم. هو نزع الكل يسالني يقول حميد غير قلت عندنا حفله ودق ورقص. نعم عندنا حفله وراح نجيب من هاي الموسيقى والطبله والدرنقه والزنبوره الاوليات والمطرب محمد العمى وسميره الاخرز وجباره لا كلهم حتى العور نجيبه ويانا فرحانين نفرح ونرقص على جراحهم لان هم يرقصون على جراحنا. نفرح بخصوص اليوم المسيرة لحفلة وصف دق ورقص وبزخ للصبح ضد المناتيف والسياب ذولا. أويلي أويلي هذا الإعلام الكويتي مكيف اليوم شلونك مسوي له فاتحة وحزنان أبوهم شغر أبوهم أبو الأبر أساء العرب يضوجون اليوم الصاير بيهم. لا عزاء لكم أيها الخونة.